السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعدة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم عندي لكم درس في مجال النحل. الدرس ديال اليوم وهو كاينين اسئله ديال الاخوان كيسولوا واش يمكن لينا نقسموا النحل ديالنا دابا او لا ما يمكن ليناش نقسموا النحل ديالنا دابا. الجواب ديال الاخوان ديالي كنقول الاخوان النحله القسمه كتختلف وكتختلف على حسب المناطق ديال النحل ديال البلاد. كاين منطقه بارده كاين منطقه سخونه في اي دوله ماشي غير عندنا حنا في المغرب، في الجزائر في ليبيا في تونس، يعني في اي بلاصه كاين المناطق اللي سخونه وكاين المناطق اللي بارده. اخوان ديالي بالنسبه ليا انا في البلاصه اللي راني فيها يعني متوسطه ما حراش ما بارداش، ولكن في هذا الشهر هذا دخل البروده. يعني اليوم 6 في شهر 2023 دخل البروده ودخل الشتاء الى كتب الله. اللي ننصح به الاخوان بالنسبه للبلاصه اللي هي بارده وهما يحاولوا ما يقسموش الخليات ديالهم في هذه الوقيته هذه، واخا تكون الخليه فيها الشروط ديال القسمه كما كنقولوا عسل حبوب اللقاح حاضنه مفتوحه حاضنه مغلقه الذكور، يعني الخليه ديالنا فيها الشروط ديال القسمه كله. ما خصناش نقسمو، علاش؟ الا قسمنا الخليه ديالنا في هذه الوقيته هذه والحال بارد الخليه ديالنا قويه، والا قسمناها غنضعفوها. وإلا ضعفناها مع البروده اللي كاينه تقدر الخليه ديالنا ما ينجحولهاش الملكات اللي غتربي. وإلا ما نجحو ليناش الملكات اللي غادي تربي لنا الخليه اللي هي يتيمه، يعني راه حنا غادي نضيعوا في داك القسمه او لا الا ما ربطناش كيخصنا نعاودوا نضموها باش ما تولي ليناش فيها الام الكاذبه، او لا نعطيوها اطارات ديال الحضنه مغلقه نبقاو ندعموها باطارات ديال الحضنه مغلقه وحضنه مفتوحه ما ربما تولي تربي لينا، ولا ما ربات ليناش غادي نضيعوا فيها كما قلنا لكم. لهذا الاخوان ديالي اللي عنده الخليات في هذه الوقيته هذه
والمنطقة عنده باردة ولا دخل الشتاء، كاين طريقة وحدين أخرين ما يدير. أما إذا كانت الخلية قوية كثيرة يدير لها عسالة ويخليها تقوى، يعطيها فين توسع ويخلي الخلية ديالو تقوى حتى يخرج الشميشة ويسخن الحال ويمكن له يقسمها، ملي تعمر لتحت والفوق يمكن له يقسمها، ولا دير واحد الخمسة الإطارات وحدين أخرين الفوق ويقسمها ويخرج قسمها وتبقى له خلية ديالو مجهدة اللي هي الأم. أو لا إلا خاف من العسالة تاني يبردلو فيها النحل وتضيعلو الخلية، يقول أنا غادي نطلع إطارات الفوق ونزيدها إطارات التحت ديال الشمع الأساس فين تبني، ويقدر النحل ما يطلع ليش الفوق وتضيع ليا الخلية. يحاول إذا كانت الخلية عامرة عنده مزيان وعندو خليات وحدين أخرين ضعاف على أربعة الإطارات وخمسة الإطارات وستة الإطارات باقي خصهم النحل، يقدر يسوس النحل في الخلية اللي هي الأم وياخذ إطارات ديال الحضنة مغلقة على وجه التفقيص ويعطيها الخلية ديالو في وسط الحضنة اللي عند الخلية عنده ديال ربعة الإطارات، يديرها في الوسط ما يديرهاش في الطرف باش ما تبردلوش الحضنة ويضيع فيها، وبهذه الطريقة غيدعم منها غياخذ منها ثلاثة الإطارات ديال الحضنة اللي هي مقوية، الخلية اللي هي قوية ياخذ منها ثلاثة الإطارات ديال الحضنة على وجه التفقيس ويدعم بهم ثلاثة الخليات وحدين أخرين، كل إطار في خلية يقوي الخليات ديالو الأخرين. وإلا كان عنده خليات كتار على وجه تقسيم يعني عامرين واجدين التقسيم كما الخلية اللي كنهضروا عليها، يحاول يدعم الخليات اللي عنده نقصين من هذوك الخليات القويين ويعطي الشمع الأساس الخلية اللي هي قوية تبنيها وتعوض محيد لها. وهكا الإخوان ديالي كيخدموا الناس في هاد الوقيتة هادي قبل التقسيم، وملي كدير هاد القضية ديال دعم الخليات الضعيفة من القوية كتلحق شهر ثلاثة إن شاء الله بجهد الله وكيكون القضية زوينة وكانت المرعى وكاين المدخول من برا وكتعاون بشوية الماكلة في هاد الوقيتة من حد باقي ما كناخدوش العسل، كندعمو الخليات ديالنا باش يخدمو لينا ويوجدو لينا التقسيم ويبنيو لينا الشمع. ملي كنمشيو نبني نقسموهم كيلحق وقت التقسيم عندنا ونمشيو نقسمو، كنلقاو الخليات ديالنا كلهم يعني مقادين، إلا فيهم تسعود فيهم تسعود، فيهم عشرة فيهم عشرة، فيهم الكومبلي فيهم الكومبلي، فيهم الكومبلي والعسالة فيهم الكومبلي والعسالة، يعني بهذه الطريقة هذه كنقدو المنحل ديالنا كله بحال بحال. وهكا الإخوان ديالي هو الدرس ديال اليوم، وغادي تشوفوا معايا إن شاء الله درس واحد اخر تطبيقي في هذه الخلية اللي قدامي ولا واحدة اخرى.
انا غادي نشوف هاد الخليه شنو فيها، وغادي تشاهدوا معايا هاد الشيء اللي فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن في الفيديو الثاني. انا هدرت لكم عليها وهدرت على الخدمه كيفاش غتكون في هاد الوقيته ديال التقسيم. من الاحسن نحاولوا باش ما نقسموش الخليات ديالنا باش ما نضيعوش فيهم. راه الخليه الا كانت على 10 وقسمتيها على جوج تقدر تضيع في الخليه ديالك، وهذه هي الطريقه الاخوان ديالي باش غادي تخدموا معنا. والله يسهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين.